مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من دواكم في يديكم الآن عملنا تقريبا 15 شهر من هذه الحصة ووصلنا الحمد لله الحصة هذه اكتسبت شعبية كبيرة و قررت انني نعمل بعض نعطيكم حصيله لهذه الحصه وسنتكلم فيما بعد على قضيه الايميل اللي الان صارت لنا يعني شويه مشكله عندما بديت الحصه هذه كنت طموح جدا وكنت أن نعاون الناس كثير في كل المغرب الكبير وفي اوروبا وفي امريكا والهدف نتاعي كان مزدوج من جهه كنت حاب نعاود نحيي التراث التراث الطبي التقليدي طب الطب النباتات في كل بلدان المغرب ونحث الناس باش يبداوا يستعملوه بصفه عاديه من جديد في حياتهم اليوميه وهذا الشيء مثلا الناس معتادين عليه في افريقيا في ماليزيا وخاصه في الصين وفي الهند بلدان وين الطب التقليدي معترف به ومستعمل يوميا هذا الطب الطبيعي اللي سمته الطبيبه التقليديه ماريا تريبنس سماتو كتب كتاب لا فارماسي دو بون طب الاله ف في هذا الاطار الالهام نتاعي منين جاء الالهام تاعي من حصة طبيب الأسرة للسيد محمد الدحاوي رحمه الله اللي كانت تبث حصه كانت تبث في الستينات وفي السبعينات. لكن حبيت نروح ابعد من حصه الدحاوي رحمه الله. حبيت ندخل في هذا الطب التقليدي كل البحوث اللي قاموا بها، البحوث العلميه اللي قاموا بها اطباء مشهورين، وباحثين مشهورين واللي درسوا النباتات دراسة علمية وقدموا أيضا تقنيات علاجية طبيعية أخرى وبهذا الصدد كنت نفكر بأن الأطباء تعنا في المغرب والصيدليين راح يهمهم الأمر وفعلا من خلال الايميلات اللي جاتني من خلال البريد الالكتروني اللي جاني فعلا هنالك بعض الاطباء اللي سالوني اسئله والبعض قالوا لي بان كل من نعطيه هم صاروا يستعملوه في اوساط عائلاتهم ويعطوه للمرضى تاعهم وكثير من منهم اللي بعثوا لي بعض البريدات البريد الإلكتروني رسالة في البريد الإلكتروني للتشجيع فجزهم الله خير من جهة أخرى نعرف بأن كل شعوبنا في المغرب يعانون من نظام صحي متعب غير فعال وهذا النظام تقريبا أهملهم. ما عادش يعاني بشعوبنا ما عادش تثيق في هذا النظام الطبي وتقريب الناس بقوا في يد الأطباء الحرين والكلينيك العيادات الخاصة الكلينيك بريفي والميدسان بريفي فالهدف الهدف الثاني هو أنني حبيت نخلي الناس يشعروا بمسؤوليتهم. الناس يتوعوا بان بالدرجه الاولى هم اللي مسؤولين على صحتهم ماهوش الطبيب. وحبيتهم يتعلموا باش يبداوا يتكلوا على نفوسهم، ما على الطبيب. الانسان قبل ما يمرض يعمل كل المجهودات اللازمه، والله غالب اذا كان مرض كبير جاء الانسان، الطبيب لابد منه. لكن حبيت بالدرجه الاولى الناس تبدا توكل على نفسها، ولهذا بديت في الحصه هذه نمد في كل اللوازم اللي هي موجوده بيننا. باش الناس يقدروا يستعملوها حبيت نوري لهم كيف يستعملوا الاشياء هذه اللي هي طبيعيه وسهله وموجوده باش يتخلصوا من الامراض والا وحتى اذا كانوا صحاح يوصلوا الصحه تاعهم ما تدهورش وما تجيهمش الامراض من هذه الوسائل اللي قدمتها هي اساسا قلتها وعاودتها خلال عبر كل الحصص هي تغيير طريقه الاكل تغيير الاكل نتاعنا وهذه تغيير الاكل لان الاكل لم ما صارش مغذي كما خلق الله سبحانه وتعالى لان الانسان غيره وهذه استراتيجيه اساسيه باش الانسان يسترجع الصحه أو ولا يبقى صحيح اذا كان صحيح ف حررت تقريبا تسع صفحات من النصائح التطبيقية وجعلتها في ملف وسميناه استراتيجية الصحة الهضمية والعامة استراتيجي دو سانتي ديجستيف جنرال واللي من بعد عرفت بإيجاز باسم الوصفة الوصفة هذه استراتيجية الصحة الهضمية والعامة اللي هي دايرة دا 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 بالأكل أساسا الإنسان اللي يطبقها بإتقان إذا كان عنده أمراض كثير من الأمراض تقريبا مزمنة اللي ناس داووا عليها كثير يشوفوا بأن الأمراض هذه بتطبيق النصائح الغذائية اللي أعطيتها الأمراض هذه تزول وفعلا كثير من الناس اللي طبقوها وعطونا شهادات بعض الشهادات سمعتوها بعض الشهادات كانت مباشرة على الهواء بعض الشهادات أخرى قريناها لكم وما قريناش الكثير منها الحمد لله كثير من المشاهدين وأنا أقول كثير من المشاهدين طلبوا الوصة هذه مرارا وما زالوا يطلبوا فيها الى يومنا هذا هذا الوصفه او ممكن الانسان ينزلها وينزلها عندما المشاهد يبعث لنا رساله ترجع له رساله اليه اوتوماتيك اللي توري له كيف ينزل الرساله هذه ولو اننا جاتنا مشاكل حديثا مشاكل تقنيه ان شاء الله نتجاوزها الى ان الانسان يقدر في المستقبل يعاود ينزل هذه بسهوله لكن المشكلة اللي واجهته ان الناس ما ما همش متعودين انهم ياخذوا زمام امورهم بيديهم ملفين كلهم يتكلوا على الطبيب وبما ان هذا الحصة تاعنا مجانا وسهل الإنسان تواصل معها فالناس صاروا يطلبون مني المستحيل يطلبوا مني وصفات دي وصفات طبية لأمراض شتى هذه كونت لي مشاكل ولو أنني من بداية الأمر قلت درت إطار معين لهذه الحصة قلت بان الحصه هذه ماهيش باش تعطي تشخيصات elle ne donne pas de ما تعطيش وصفات طبيه elle ne donne pas des ما تعطيش اراء على ملفات طبيه جابوها الناس ما تعطيش علاجات على البعد بدون ما نشوف انا المرضى بدون ما نتفقدهم بدون ما نسالهم هذا لاسباب اخلاقيه من جهه لان ممكن انسان اذا بعث له الواحد وصفه على مرض قال هو انه مرض ممكن انسان يضره لان انا ما عنديش تاريخ الانسان هذا كله من جهه من جهه اخرى القانون تاع البلد هذا وقلت مرارا ما يسمحش باش نعطي وصفه للناس بالايميل ولا على الهواء ف المشكل ان الناس ما حبوش يفهموا وش يعملوا اولا ما ما سهلوليش الخدمه نتاعي لان انا طلبت منهم دائما وابدا مثلا انهم يكتبوا كتابه كبيره، انت ما بالكم واحد يبعث لي صفحه كامله بكتابه صغيره جدا يعني يطلب لي وقت كبير أن اقراها، وبالتالي هذا كثير من الاشياء قلت ما نقراش الكتابه اللي تجي صغيره وما غريتاش. ما 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 فيهاش آه آه ما عنديش واحد بالمئه من الناس اللي كتبوا آه كبير. ناس اخرين ما ما يمدناش البلاد اللي راهم فيها يكتب ايميل انا عندي المرض الفلاني وكذا 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 واش تعطي لي انا ممكن نحب نحول الانسان هذا لطبيب او معالج في بلده اذا ما عطاليش البلد وما عطاليش المدينه اللي راه فيها يعني ينتظر مني انا نعاود نكتب له ايميل واحد اخر رسالة, رساله الكترونيه ونقول له اين تسكن وكذا وانا ما عنديش الوقت هذا قلت مثلا ما تكذبوناش اكثر من ربع أسطر حتى نقدر نعالج كثير من الرسالات الالكترونيه الناس تبعث لي صفحات كبيره ويبعثوا حتى الملفات الطبيه لي معها الشيء الثاني اللي يطلبه مني الناس هو ان عندي المرض الفلاني ابعث لي الوصفه تاع الارتروز ابعث لي الوصفه تاع مرض السكر ابعث لي الوصفه تاع ليبرتونسون ابعث لي الوصفه تاع ابعث لي الوصفه تاع الكولون وانا ما قلتش كاين وصفه خاصه بكل هذه الامراض ناس تجبد مرصه ويلحوا وقلت وعاودتك مرارا بانني ما نجاوبش على الناس اللي يطلبوا مني اشياء كما هذه طلبت منهم انهم مثلا يقراوا الوصفه نتاعنا هذه اللي فيها تسع صفحات استراتيجيه الجهاز الهضمي الصحه الهضميه والعامه على حسب ما تجيني الرسائل هذيك الناس ما يقراوهاش نقولوا روحوا شوفوا في يوتيوب الحصص الماضيه اللي تكلمنا عليها على اشياء طلبوها الناس ما يحبوش يروحوا يشوفوا قلت نفس الشيء في الرساله الاليه اللي توصل للناس قلت لهم الناس اللي ما يكتبوش كبير ما نجاوبهمش الناس اللي يطلبوا مني وصفات ما نجاوبهمش واشياء من هالقبيل المشكل كي ما نجاوبش الناس يبداو يعاودوا يلحوا يبداو يكذبوا ويزعفوا كما قلت في البداية كنت طموح وكنت حاب نجاوب كل واحد بديت في الحقيقة أنني نكتب أجوبة طويلة مركزة للناس اللي يطلبوا لكن بعد حين بدأت هذه الإيميلات تكثر تزيد أسبوع بعد أسبوع وصلنا الى درجه من الى عدد من الرسائل الالكترونيه كبير جدا فالناس كما قلت بداوا يبعثوا لي رسائل توضيحات في الصحف والملفات الطبيه ويطلبوا في زوردونونس وحتى بعض الناس باهي ياكدوا عليا بين أن نجاوبهم يجيبوا آية من القرآن أو حديث من الحديث حتى يقول لك أنا والله إن رغم بهذا بيجاوبني ف مشكلة تاع هذا إلى يومنا هذا ما هو؟ إلى يومنا هذا أنا جاتني تقريب 13730 رسالة إلكترونية 13730 جاوبت ما عدا هذا جاوبت في الماضي على 8248 إيميل يعني الآن بقات لي 13730 إيميل باش نجاوب عليهم يا إخوان أنا ما نجاوب على كل هذا أنا ما عنديش طاقم من أطباء ولا معالجين يخدموا معايا هنايا وانا ايضا مانيش مستشفى فلابد على الاخوه ان يفهموا هذا فبقيت حاير واش راح نعمل لان وجدت روحي وصلت الى مازق واش نعمل نغلق البريد الالكتروني كان اختيار والا نبقي البريد الالكتروني كما هو لكن نغير استعماله فبعد بعض المشاورات مع الزملاء في قاعه التحرير وصلت الى حل فما هو الحل هذا؟ الحل هذا هو ان البريد الالكتروني يبقى هو هو، وانا مانيش نتكلم على الحصه نتاعنا، الحصه نتاعنا ان شاء الله تستمر كانت تكلم مع البريد الالكتروني فالبريد الالكتروني راح يبقى هو هو الناس راحين يكتبوا الايميلات لكن راح نتقبل الايميلات هذا لاسباب ثلاثه فقط السبب الاول هو ان الايميلات تاع الناس راح تعطيني فرصه باش نفرز بعض البعض منها اللي هي فيها اسئله تهم الجميع والاسئله اللي تهم الجميع نختار منها العدد الممكن ونجاوب عليه على الهواء نجاوب عليه على الهواء مش كتابيا الشيء الثاني هو ان هذه الرساله راح تبقى مفتوحه للناس اللي حبوا ينزلوا الوصفه الوصفه نتاعنا تاع استراتيجيه الجهاز الهضمي الصحه الهضميه والعامه ما زال الإنسان ينميها شيئا فشيئا وكل واحد يقدر إن شاء الله عندما يكتب لنا رسالة تجيه رسالة من عندنا توري له كيفاش ينزل الوصفة هذه فهذا السبب الثاني اللي خلاني نخلي البريد الإلكتروني مفتوح والشيء الثالث كثير من الناس اللي اتصلوا بيا وحابين علاجات من عندي في العيادة تاعي هنا في لندن ف مرحبا بهم إذا حبوا يكتبوا ويحبوا يتصلوا بي فنعطي لهم إن شاء الله تفاصيل العيادة هنا في لندن لكن هذه للعلاجات لي ليست للنصائح لكن الآن أيها الإخوة والأخوات من يوم من اليوم هذا ما راحش نجاوب على الرسائل الإلكترونية شخصيا للناس مش ممكن آه انني نعالج 13000 ايميل وحدي و ما تبعثوليش الملفات تاعكم ما تبعثوليش احاديث وايات اللي ممكن تحسني بين جوكم مش ممكن الان الجواب فالرجاء منكم انكم تتولهوا لهذا الامر آه الحصه تاعنا هذه اكتسبت كما قلت في البدايه شعبيه كبيره جدا في 15 شهر والحصله الحصيله تاعها ايجابيه جدا عشرات من الناس اللي بعثوا لنا تشجيعات وعشرات من الناس اللي بعثوا لنا بل بالمئات اقول اللي بعثوا شكر على هذا ولو في سطر واحد كثير من الناس بعثونا رسائل ما تطلب منا ولا حاجة إلا أنها تشكر الحصة ومنهم ناس جامعيين وحتى طبيبة واحدة من الشرق الجزائري فهذا يثلج القلب يثلج الصدر ونشكرهم كثيرا على هذا التشجيعات ف. الوصفة تاعنا مازال الناس يطلبوها يوم بعد يوم وهذا ثان شيء إيجابي والناس اللي طبقوا الوصفة واستفادوا منها بعثونا أيضا شهادات وبعض الشهادات كانت على الهواء وبعضها قريناها لكم والعديد منها ما قدمناها لكم أكل حتى ما, ما نثقلش عليكم لكن الناس اللي خذاوا الوصفه طبقوها والناس اللي زالوا يطلبوها هو مع عدد كبير جدا جدا واخيرا عدد الناس الناس اللي يكلمونا في بعد الحصه هذه عاده بعد ما نقدم ما العدد تاعهم يطلع متصاعد وكل من نحب الحصه نتاعي الا وستاندار يبقى معمر بالمكالمات والناس تنتظر وانا اسف جدا انني في اطار الوقت هذه اللي محدد للحصه نتاعي هذه ما نقدرش نجاوب ما نقدرش ناخذ كل المكالمات وانا اسف جدا الا اننا نشوفه في المستقبل ممكن نحاول كيف نطول في وقت المواصلات مع المشاهدين هاتفيا ممكن نقص من التقديم نشوف نعمل توازن في الخلاصة الحصة تاعنا هذه راح تستمر بإذن الله لكن الأجوبة على البريد الإلكتروني على الرسائل الإلكترونية رايحه تنتهي. ف الان هذه ما حبيت الشيء اللي حبيت نقوله وممكن ناخذ بعض المكالمات والا ممكن نواصل في حنا تكلمنا المره الماضيه على الورد وعلى الفوائد تاعو ولو ان واحد اخ مسكين يبدو كان ما عندوش واش يعمل صورنا اخر سلايد اخر لوحه وقال لنا روحوا تبيعوا البطاطا فمش عارف الاخ اذا ما فهمش فوائد الورد والا اقصد شيء اخر. في الاسبوعين الماضيين تكلمنا على او ثلاث اسابيع تكلمنا على حالات البرد الامراض اللي بها البرد تكلمنا على حاله العغريب وقلنا من بعض العلاجات اللي قدمناها لاغريب وعاودناها هي استعمال شاي الورد والورد الدمشقي اللي هو بارد اللون والورد الاحمر اللي هو قوي والورد الاحمر هو اللي يفيد كثير في ما يخص الجهاز التنفسي فتكلمنا قلنا بان الورد الدمشقي خاصه مهمته هو ان يريح القلب بانه هو عنده مسهل للبطن ويقدر يستعمله الانسان اللي يكون عنده امساك من الاطفال من الكبار من لي الناس اللي يكونوا اللي يكونوا في أه 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 يتهيئوا للشفاء التام وقلنا أه ثان بان الورده الحمراء عندها أه مفعول ضد كل الجراثيم الفيروسات والجراثيم في كل الجسم لكن خاصه في الجهاز التنفسي فتصلح للقضايا مرض السل تصلح الضيقة، تصلح الزنجين بالأخص عند ذري الصغار أيضا في نفس الوقت قلنا بأن هذا الوردة الحمراء تزير العضلات الداخل تزير كل التيسيون وبهذه الطريقة يستعمل الإنسان ضد الإمساك عفوا ضد الدياري ضد الإسهال وفي حالات أخرى كالتهاب الطرفين نأخذ مكالمة وبعد نرجع إن شاء الله للحصان الأخ نور الدين من الجزائر العاصمة السلام عليكم أهلا بك الله يسلمك، نشورك الحصاد يا دكتور. أهلاً بك. الله يسلمك، ما طوشة عليك يا دكتور، حبيت نحكيك على مرض لي فاريس، على الدواء، الدوالي كما يقولوا بالعربية. الفاريس؟ أه لي فاريس، لي فاريس، آه. وجيت و... و... تقول لك واحد على صفائح الدموية، لي بلاكات كيهبطوا، علاه؟ وي. كاش دواء ولا؟ البلاكيت هذه يعني وقع نوع من التوازن في الجسم تاع الانسان مغذيات ما كانش موجوده جاتك بعض الحالات مرضيه هذه ممكن تشوفها مع الطبيب محلي عندك ثم فيما فيما يخص ممكن تكون لانيمي ممكن تكون كثير من الاشياء من بعيد ما يقدرش الانسان يعطيك سبب معين للحاله نتاعك فيما يخص لي فاريس هي لي تاع لو روتور الدم كي يرجع يمشي في الإزارتير ويرجع بعض الأحيان لأسباب كثيرة يبدأ يتحجر في بعض الأماكن ومن بعد يدير لفاريس هذو اذا كان شي وصفه دكتور كاش نصائح ولا هذا ما كان ما نقولش شيء ايه هنايا الانسان اولا لو تنزل الوصفه وتعدل الاكل تاعك ترجع الى اكل طبيعي تشوف ان شيئا فشيئا تبدا القضايا هذه تزول الشيء آخر مثلا الماء تل... دكتور اشرب الماء بزاف مليح نقولوا باغيكزومبل الماء شوف الماء اذا كان ماهوش ملوث طبعا قد ما تشرب الماء مليح لكن ماشي خاصه لفاريس ليفاريس دا شيء, دا شيء دا اخر دا مثلا تقبض الورد هذا اللي تكلمنا عليه تعمل شيء به لو تشوف الحصه تاعنا المره الماضيه توجد تعمل شيء به ولا تعمل ديكومبريس على ليفاريس هذه واحده من الاشياء آه اما اما لعلاجات اخرى لابد تشوف واحد مختص اللي ممكن يعطيك علاج داخلي داخلي بواسطة أعشاب بواسطة زيوت الطيارة للأعشاب بواسطة لوميوباتي وهذا تدخل في إطار علاج تام لإنسان خاص <applause> <applause> الله لا يسلمك بارك, بارك الله فيك أم إسماعيل من إيطاليا. السلام عليكم <applause> خويا. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي. <applause> يا خويا حبيتو انا عندي حبيت نسقسيك برك على صيام العلاجي انا كل حال انا ما شفتش الوصفه في الانترنت باسكو بور لو مومون راني نتاعي راهي ماهيش شغاله حبيت نسقسيك برك على صيام العلاجي تاع خمس ايام زوجي يعني عنده ديابيت كرونيك حبيت نسقسيك اسكو موراها يعود ياكل نورمال وياخد الدواء تاعو ولا هو ما يديش على كل حال يشرب دي كومبريمي فوالا في الصيام في الصيام العلاجي طبعا قلت الانسان يمتنع على كل الاكل ما يشرب الا الماء لا لا. والماء ممكن الماء الماء بالليمون اذا كان اخ مثلا كما هذا عنده مرض السكر ويأخذ عليه ادويه طبعا ما راحش يحبس الادويه راح يواصل مع بالادويه تعه. ممكن تعملي له بيون خفيف بالخضر مثلا فيه الكرافس الزروديه يعني الجزر اللفت البواغو الكراث يعني مع مع شويه ثوم مع المعدنوس تعملي له حاجه خفيفه هكذاك. بعض الادويه تحتاج ان الانسان يكون البطن تاعو مش فارغ لكن ديري هذا ديريه خفيف بزاف حتى ممكن يتناوله في الوقت اللي يتناول الادويه تاعو <تكلم> <تكلم> حبيت نقول لك باك يعني كي يحب كي يحب الصيام يعني يحب يتعب ولا يحب الصيام العلاجي لمده هكذا اسكو يولي ياكل نورمال عادي ولا اي صاديبان ساديبان سكو فو كونسيديري كوم نورمال احنا نقولوا الاكل نتاعنا الان الاكل العصري هذا لا ليمونتاسيون مودرن تغيرت بزاف ربي خلق لنا الماكله نتاعنا ربي هو اللي خلقنا هو اللي خلقنا العلاجات تاعنا فجاء الانسان العصري هو الانسان الغربي بصفه عامه لكن احنا استعمرنا جسديا في بلدان واستعمرنا فكريا فمثلا نتكلم على دائما نعطي قضيه لاباكيت لاباكيت شكون الانسان اللي نروحوا ليه ونقولوا له ما تاكلش يوجدها بانها شيء مدهش ولو ان الان لا باقيت حنا نعرفوها القمح تاعها مصفي الى درجه انها ترجع تقريبا كلها سكر عندما الانسان ياكل لا باقيت هذيك ممكن قبل ما يوصل للدار من عند الخباز يكون كلا منها ثلاث ارباع ولا بقيت وحدها علاه لا خاطر ماش مصفيه بزاف الغله تاعها كاع تنحات حنا نعرفوا بان الاغلبيه الساحقه من الفيتامينات والمعادن لي زوليغو ايليمون لي كل هذه موجوده في القشره نتاع القمح ولا تاع الخرطان ولا تاع الشعير ولا كي له هذيك وتواسي لا بالفرينه البيضاء نحيتي لها الغله تاعها عندما نتكلم على الفرينة البيضاء يعني نتكلم على الباكات نتكلم على الخبز الابيض اللي يخدموه في الدار نتكلم على البركوكس نتكلم على الطعام الابيض وما يشبه ذلك فاحنا الانسان في حاله كما هذه الاكل العادي اللي يرجع له هو الاكل الطبيعي الكلي كما خلق الله سبحانه وتعالى ولهذا عملنا لكم هذه الوصفه استراتيجي دو سونتي ديجيستيف جينيرال باش تعدلوا الاكل تاعكم باش ترجعوا الى اكل طبيعي فعلا اوكي اوكي طيب صحه خويا الله يسلمك مش فعل زوجك سي عبد الكريم سطيف الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حكيم راك لاباس الله يسلمك بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين حكيم عندي ل... عندي حاسه الشم لك عليها مره والله ماني عارف آ... واش يعني جواب مقنع حسة الشم عندي ساعه ما نسمش ما سمعتكش مليح خويا حاسة الشم 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 عد ما عندي أو الشم شم لا نظميه عمية مم. ألو إيه إيه أنت كش ما صار لك حدث ولا إيه لي حدث طحت على راسي حوالي ربع مترات ولا أنت إيه. لي كنت قلت لي هذه شوف خويا هذه هذه لابد أه. أولاً نعطيك حاجات يعني ممكن ماهيش في صميم الموضوع أنت شوف المكان اللي قصت روحك فيه ايوه في راسك، وعمل مثلا حاجات اللي نباتات اللي تخرج اشياء واللي تبري مثلا هنا نقدر نقول لك تقدر تعمل الكرومبيت تكلمنا عليها عدة مرات. صح ممكن تقبض اربع ورقات تنحي لهم القطمير الداخلي الوسطي هذاك، تحددهم بالحديد وتوضعهم على المكان هذاك. بالك ربي يجيب الشفاء لان احنا واش نعرف نعرف بان الكرومبيت داخليا في فوائد كثيره جدا خارجيا على لوسال لي والاخر فيه فوائد هائله الناس اللي عندهم عندهم ال اون ريتونسيون دورين يعني ما يقدروش حاجه كيتبولوا كي ندير لهم الكرومبيت على الاخر راح يطلق الانسان يولي يخرج في المتاعه ففيه فوائد كثيره ما لا باس انك تجرب في هذه القضيه ودير هذا في راسك لعل الله سبحانه وتعالى يجيب شفاء على بهذه الطريقه اما اما حكي. الاخر هو انك ممكن تشوف طبيب اعصاب تشوف تعمل ديكليشي تشوف الا كاين الاخر دي بليسير فلينر ولا حاجه هو غالبا الاحيان هذا واش سيحدث ايه ميرسي حكيم خويا بارك الله فيك الله يسلمك خويا بسلامه هاي جزاك أه اخ بن تونسي من ام البواقي الو السلام عليكم سلام المساخير يا الطبيب وش الله يسلمك وش راك انت لاباس عليك فضل من فضلك كذا ما نطولش عليك تفضل انا تبعت الوصفه بتاعك ونفعتني بزاف ما شاء الله واش من الحاله اللي كنت فيها بصح انا حوايج نحوي الخيل نطلب النصايح منك بفضلك تفضل هي انا في يخص البروستات اي أيوة والله عندي لي دوسي بفضلك ايوه البروستات انت في الـ أنت تبعت النصائح اللي تكلمتها أنا ولا تبعت النصائح اللي موجودين في الوصفة هذيك؟ في, 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 في الوصفة في الوصفة في الوصفة في الوصفة في الوصفة أنت عندك البروستات منتفخة البصله فيها البصله إيه أنت استعملت البصله إيه نبعتني فيما يخص البصله قلت لك عندي المشكلة اللي وانت شفت الطبيب تاعك ولا ما شفتوش؟ شفته يعني هو قال لي لازم العملية. شوف انا ما ما عنديش كل التاريخ نتاعك وكل الـ الـ الاشياء اللي موجوده معك اذا قال لك الطبيب تعمل عمليه ممكن تتكلم معاه في الموضوع وشوف. عندي نعمل نكتب لك ولا لا أنا لا الكتابة انتهت الآن ما نقدرش نجاوب على كل أشياء لأن راح تاخذ كل واحد راح يأخذ لي تحقيق معك كبير وأنا ما نقدرش نقدرش هذا من بعيد ماشي من بعيد أنت حاول حاول تطبق الوصفة مش غير البصل فقط البصل وكل الأشياء الأخرى ممكن حالك راح يتحسن مثلا ممكن تاخذ عصير نتاع الخضر مثلا عصير تجمع فيه الكرومبيت تجمع فيه الزرودية او الجزر تزيد له الكرفس تزيد له شويه معدنوس وحبه ثوم وشوف كل هذه الاشياء عاده تنقي الانسان تنحي الالتهابات وتزول الكثير من الامراض من الجسم تاع الانسان لكن تشرب هذا كاس ثلاث مرات اربع مرات في النهار بارك الله فيك سيدي شكرا. الله يسلمك كلما نرجع للدواء طبيعي الا ونشوفوا بان صحتنا تتغير بصفه خارقه للعاده وفعلا فعلا انا تغيرت اليوم الحمد لله العجز ولا بارك الله فيك هذه الشهادة من عندك ربي يجازيك سي ابراهيم من سطيف نعم خويا السلام عليكم سلام صحيح بارك الله فيك الله يجزيك خير تفضل خويا والله الحمد لله نحمد الله ونشكره صحة كثير وبركة أهلا بك أهلا بارك الله فيك الله يجزيك خير ما هو سؤالك؟ أنا عندي القولون العصبي وسكر لي المفروض قولون عصبي ايه. الكولون العصبي شوف خويا روح للوصفة تاعنا نزلها. إذا ما نزلتهاش نزل عندك كل النصائح اللي راح تخليك تتحكم في قضية الكولون العصبي. هذا هو وإلا وإلا روح روح اليوتيوب للحصص تاع ممكن العام الماضي. وعاود شوف بعض الحصص اللي تكلمنا عليها مطولا على قضايا الكولون والاشياء اللي ممكن يعملها الانسان وكيفاش يرتاح الانسان فما نقدرش كل مره نعاود للناس الاشياء اللي قلناها في الماضي. انا نشوف يعني الوصفات الطبيه هكذا موجود موجود كل شيء موجود في الحصص وموجود في الوصفه نتاعنا هذه اللي ممكن تنزلها. واش ندير يعني هذا واش ندير الواحد يقدر اي أيوة والله كاش آه. واحد كاش واحد في جوارك عنده الانترنت اه اذا كاش واحد عنده الانترنت قول له يكتب انا عندي الانترنت عندي موجود عندك خلاص اكتب لهذا طبيب نقطه المغربيه @gmail.com آه. جيميل كوم والفر بعد ان شاء الله بعد اسبوع عندنا مشاكل فنيه الان لكن بعد اسبوع ان شاء الله تبدا الوصفه ترجع من جديد للناس غير تكتب لنا تجيك رساله توري لك كيف تنزل الوصفه <applause> سي عمر من العاصمه الو أنا. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل خويا أنا قلت لك نستنى الطبيب برك باش نكلمه رشيد راك معايا تفضل سي رشيد أنت اللي راني معاك نعم إيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي أنا بختي ألو أنا نسمع فيك وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أه باختصار سي رشيد أنا عندي اي نعم انا عندي لينار ونشرب في الدواء آيوة عصاب اي أيوة والله وحب ندير الصيام هذا اللي راه فيه الصيام لكن ما نقدرش نستغنى على الدواء وانت وقيله تقول خلي الدواء لازم نخطئه لا 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 ما تخليش الدواء اذا انت راك تستعمل في الدواء كما قلت الاخت اللي كلمتني قبلك انت يا ممكن تستعمل الصيام العلاجي هذا في نفس الوقت تشوف تعمل شربة خضر يعني كما نسموه احنا بويون بويون خفيف جدا فيه الكرافس وفيه الزرودية حبة بطاطا الكراس الكراس جيد مع تنوس وشوية ثوم بعض التوابل هكذاك وديروا خفيف بزاف وخذ هذا مع الادويه تاعك لاباس. يعطيك الصحه. هذاك وتقدر تشوف تشوف بعد بعد خمس ايام تاع صيام علاجي تشوف بان صحتك تتغير ايجابيا الى درجه ما تصورهاش. بارك الله فيك حكي. ممكن ممكن حتى تشوف طبيبك تتخلص من الادويه. ان شاء الله بارك الله فيك. الله يسلمك. الاخ فوزيل من ايرلندا. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عندي برك واسمو عندها واحد دو سيمان ولا بدا تجيني شغل عندي لك وشغل لك في صباعي في أيوة. صباع واحد صبع وفي اليد ادروات وصبعها قوش. اها شغل تاكل ايوا ما عندك كاش ولا نديروها؟ عفسه اقبض مثلا اقبض الثوم هذه حاجه الاولى. الثوم؟ اه. أقبضتهم. تقدر تقبض في صبعك وين الفوق كاع ولا في, الوسط ولا؟ في الوسط الوسطاني يعني في الوسط شغل. اوكي اقبض صح تقدر دير الكرومبيت كما قلنا تقبض تسخن هكذا وتغطي به صباعك يدك كامله كاع في الليل وتبقى به أه. صباح نحيه عاود دير مرتين ثلاثه تقدر تقبض البصل سان البدر بصال سخن وديرو فوق الاخر الاكزيما هذا ساك ولا يسيل لا لا ساك شغل ساك ساك اه ايه دير بالطرق هذه اه شيء شيء اخر تقدر تقبض راك في ايرلندا دونك تقدر تقبض اوت ميل اوت ميل ايه يعني اه تشري اوت ميل وكي تغسل عق اقبض شويه من الاوت ميل هذاك ديروا في كاش كموسه صغيره هكذا ديروا في ما شويه يكون شويه سخون هكذاك ومن بعد اغسل به المكان هذاك اللي فيه الاخر انا في تجربتي في تجربتي عندي بعض الفتيات اللي كان عندهم مشكل تاع ليكزيمون اللي زادوا وبالطريقه هذه تساعدوا كثير شغل شغل التشليقه هذيك شغل كموسه وشغل دير فيها اوت ميل شري شري هول اوت ميل من عند سينسبريز ولا الاخر وكي دير لك مساديره في الاخر واسي عندك كاينه حاجه رد بالك على الصابون اللي راك تستعمله ممكن عندك صابون مش مليح ممكن عندك بعض الروائح دي بارفان اللي فيهم مشاكل الصابون هذاك اللي يتباع في السوبر مارشي اللي فيه روائح بزاف غالب الاحيان ماوش مليح بالك ثاني انا دكتور نخدم شاف بالك الا تستعمل لافيسيل بزاف ولا تستعمل ليغون آه. أوكي. هذا ممكن ياثر عليك ايضا اوكي اسمه ماشي مليح نستعمل لي غون تو دير اذا كانوا دي غون نتاع الكاوتشو هكذاك تستعملهم مره ولا زوج اوكي بصح تستعملهم لساعات كبيره أوكي. في النهار ممكن هذيك دير لك ليكزيما آه. لا, لا, لا نستعمل ديسبوزيبل هذوك نستعمل هذه اسمها اليرجي دو كونتاكت بصح هذوك ديسبوزيبل معليش شاف لي ترماو ميم ديسبوزيبل اللي راح تخليهم على بالك البلاستيك هذاك ما يخليش الجلد تاعنا يتنفس اوكي اي دونك الا ديروا لمده نص ساعه ولا باتوا حاجه في النهار الله يبارك بصح الا ديروا ساعتين ثلاثه وانت هكذا كل يوم راح يدير لك مشكل اوكي بارك الله فيك دكتور ميرسي الله يسلمك والثوم وغ... هذيك الحك ها ثاني يعني نقطعها ونحك ايه حكها انت دير واحده ولا دي. شوف دير واحده إلى ما كلاش هذه دير الاخرى اوكي اعطيت لك تقريبا ثلاثه تقدر توسي ولكن الاوت ميل هذاك فيه فائده كبيره اوكي تنسيه ان شاء الله بارك لكن مولفك. نحي الاسباب اذا كان تستعمل لي هذو حاول تبعد عليهم لمده اسبوع اذا قدرت آه. انت الخدمه آه. تاعك تلزمهم وشوف أه. نورمال الى الى يروح نورمالمون لا ليجي دو كونتاكت اللي كي تنحي لها سبب تحيه تروح اوكي خلاص هكذا صح بارك الله فيك الله يعاونك الله يسلمك سلامة سلام. الاخ يوسف من البليده انا عمي. انا 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 تفضل انا السلام عليكم السلام ورحمه الله تفضل يبدو لي فقدنا سي يوسف فقدناه وغير شيء احنا كنا تكلمنا على الورد وعملنا عليه مراجعه حديثا وقلنا ان فيه فوائد اخرى من الفوائد تاع الورد هذه انه يطهر كل جسم تاع الانسان داخليا وخارجيا فداخليا لاتين تاع تاع الورد راح يساعدنا على تطهير الكبد على تطهير لا بيليار في نفس الوقت نقدر نعمل شاي به مليح كثير للاولاد اللي عندهم لي عندهم الكراجم في نفس الوقت الشاي نتاع الورد يخرج المياه نتاعنا اللي تكون متراكمه بالاخص نسأل عندهم لا غيتونسيون دو اللي يتراكم فيخرج وهذا راح يدير شغل يجي شغل شحم يبدا يذوب شيئا فشيئا طبعا هذا على المدى البعيد نرجع للمكالمات الاخ صالح من الجزائر العاصمه صالح من الجزائر العاصمه الاخ صلاح ممكن تسمعنا من التليفون من فضلك؟ نكوبي لا لا سمعنا من التليفون ما تسمعش من التليفزيون. أنا اه نعم صح يا سيدي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم حكيم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. من فضلك عندي التهاب في المفاصل في يدي بزاف، ينملوا ويرقدوا. التهاب ولا وال... تنميل؟ يرقدوا، يرقدوا علي راس يدي. اي أيوة والله هذا وكي وكي نجي في الليل نحكم الفراش يرقدوا يرقد ركايبي يرق يرق تستر الدنيا هذيك وال اليدين بين زوج ولا غير وحده؟ اليدين في زوج نعم ايه هذه ممكن هذه قضية أعصاب لابد تشوف عليها طبيب وخاصة طبيب مختص في الأعصاب لأن ممكن بعض الأحيان حتى الناس ما عندكش لارتروز اه ايه هذه هي اللي مدايره فيها حالها آه عندك لارتروز سيرفيكال اللي جاي نتاع الرقبه ولا؟ نعم في ممكن ممكن ممكن, ممكن, ممكن هذاك هو المشكل فاحنا تكلمنا على لارتروز تقريبا في ثلاث حصص ممكن ت... اذا تحب ترجع على اليوتيوب وتشوف الحصص هذوك اعطينا بعض النصائح كثيره اللي ممكن الانسان شيئا فشيئا بها يقلل من مشاكل الارتروز هذه واذا تقلت مشاكل الارتروز ممكن هذا القضايا تتقلل لك ايضا مشكل التنميل هذا في اليدين وهذا ما يعنيش انك ما تستغني على الطبيب روح شوف طبيب شوف طبيب الاعصاب حتى يعطيك تشخيص تام للقضيه هذه ولا باس بعد تواصل بالنصائح اللي عطيناها في الحصص على الارتروز بارك الله فيك حكيم الله يسلمك بسلامه ما صح الأخ جمال من الجزائر أخ جمال ألو السلام عليكم السلام ورحمة تفضل خويا لا واسمو الله على هشاشة العظام برك حبيت نسخسي نعم هشاشة العظام الأوستيوبوغوز إيه إيه؟ واش لازم لها ولا ايه خويا هذه لازم لها عنايه كبيره من عند واحد مختص اولا انت عملت تشخيص عند الطبيب ولا اه عملت تشخيص عند طبيب الطبيب هو اللي قال لك عندك لوستيوبوروز ايه <applause> ايه خلاص هنا هو المفروض عطاك ادويه <applause> لكن حنايا راك تسمع فينا ولا راك تسمع في التلفزيون طبيب يسمع يد نسمع خلاص احنا اولا واش تعمل شوف نزل الوصفه تاعنا صحح الاكل تاعك عندك تكثر من كل ما هو خضر خضراء البصل هي. والكرافس والكراث وحتى الطوماطيش كل هذه الاشياء اللي خضره هي عينية آه، كرو هذه تكثر منهم بزاف كثير من الكرومبيط مثلا آه، هذو فيهم آه، بزاف من الكالسيوم اسيميلابل فهشاش العظام العظام تاتي من هذا ديغيغلومون دو, 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 دو كالسيوم فممكن هذه راح تساعدك الا ان باش على المدى البعيد يلزم لك علاج ان تريتمون بيرسوناليزي لابد تشوف واحد مختص هذا هو تعطيك الصحه لان هذه مش حاجه صغيره ممكن نعطيك نصيحه عليها تقول لك بالماكله راح تغير كل شيء فعلا <applause> كثير من الاشياء تتغير على المدى البعيد الا ان عندما توصل الحاله كما هذه من المرض لابد انك تشوف مختص. اه صحيح دكتور. هكذا. بارك الله فيك. وهذه ليك انت ولا زوجتك؟ لا 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 اه عرفت لان غالب الاحيان الاوستيوبوز تجي للنساء. لكن لابد تطبق كل جوانب الوصفه اللي انا يعني هذا السكر الابيض والحلويات والخبز الابيض والبركوكس الابيض والطعام الابيض وهذو كاع يتيك الزوجه الزوجه اي إيه ليك ولا الزوجه ما يهمش هذه هشاشة العظام تقيس كثير النساء اكثر النساء من الرجال هذه وحده لهذا اللي قلت لك طيب. هل انت ولا زوجتك آه ف الاشياء هذه اللي تكون لنا الامراض المزمنه واللي تؤدي بنا في اخر المطاف الى لوستيوبوز ولا قدر الله بلاك ولا حاجة لابد إنسان يتجنبها ولهذا اعطينا لكم وصفه اللي توري تعدلوا الاكل تاعكم اذا حبيتوا ما تمرضوش فلهذا سمينا القضيه الحصه ادواكم في يديكم الله يسلمك خويا أه مشاهدينا الكرام نكتفي بهذه الكميه من المعلومات ونشوفكم ان شاء الله في الاسبوع القادم والاسبوع القادم راني رايح نعاود نتكلم لان الاسئله تاع ورتنا كثير بان الناس مازال ما فهموش قضيه الاكل الطبيعي والرجوع الى معيشه طبيعيه، فان شاء الله في الاسبوع القادم راح نرجع لهذه قضيه الاكل الطبيعي وكيف ممكن نسترجع صحتنا بالرجوع الى الطبيعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <applause>